طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المصدر أونلاين: أفواج الجراد تجتاح محافظة تعز والمديريات المطلة على البحر الأحمر. ومن موقع الحرف 28: البنك المركزي يعلن عن إتمام المصارفة على السلع غير المشمولة بالوديعة السعودية. مومياء تتحدث من القبر، علماء يعيدون إنتاج صوت مومياء لكاهن مصري قديم. أهلا بكم. البداية من موقع المصدر أونلاين والذي تحدث عن وصول أفواج الجراد خلال الساعات القليلة الماضية إلى مدينة تعز ومديريات المحافظة قادمة من المديريات الساحلية إلى جانب المحافظات المجاورة. ناشطون ومصورون وثقوا لحظة وصول الجراد إلى محافظة تعز قادمة من دول القرن الأفريقي عبر مديريات الساحل الغربي للمحافظة، ويتخوف المواطنون والمزارعون من التهام الجراد للمحاصيل الزراعية في مديريات محافظة تعز التي تعاني ويلات الحرب والحصار. وتفتقر محافظة تعز وبقية محافظات اليمن إلى خطط ووسائل حماية المحاصيل الزراعية من الجراد رغم وجود هيئة حكومية معنية بمكافحة الجراد. الموقع بوست نقل عن منظمة الهجرة الدولية قولها إنها عالجت أكثر من 900 حالة مشتبه إصابتهم بالكوليرا في اليمن منذ مطلع شهر يناير الجاري. وأضافت المنظمة في تغريدة على تويتر أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات الكوليرا المشتبه بها، ما يزال الناس يعانون من هذا المرض المعدي. وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقرير لها أنه تم رصد 696,537 حالة اشتبهوا إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع تسجيل 913 حالة وفاة بالوباء منذ بداية عام 2019، مشيرة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 25.5% من إجمالي عدد الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا. في زاوية مقالات نطالع في الشأن المحلي مقالا ليعقوب العتواني نشر في موقع المصدر أونلاين تحت عنوان الرئيس الذي يحكم بالوحي، ويقول فيه: يحدث كثيرا أن تواجه الأصوات الساخطة على الرئيس هادي وحكومته والطبقة السياسية المتنوعة من حوله موجات من التشكيك والاستنكار واللوم والسخرية من قبل تيار واسع وعابر للأحزاب من الموالين لقيادة الشرعية والراضين عن أدائها، لكن أهم ما تقابله الأصوات الساخطة كلما ارتفعت هو الصمت المطبق للرئيس. يغيب الرئيس في اللحظات الحاسمة، فيحضر من يلفت انتباه اليمنيين إلى حرب خطيرة من طبيعة مختلفة يخوضها هادي، تشبه من ناحية شمولها وسريتها حروب الآلهة في الميثولوجيا اليونانية القديمة، فليست كلها مما يمكن متابعته ورصده والحكم عليه، لأنها غالبا محجوبة عن الأنظار والأسماع، ومسرحها الأساسي هناك في الظل. مع كل إخفاق لجبهة الشرعية خلال سنوات من الحرب، كان غياب الرئيس المطلق يفسح مجالا لظهور الصوت الذي يتأول مبررا بطوليا لهذا الغياب، ويفلح في السيطرة على غضب الناس، وذلك عبر الإيحاء بوجود فكرة عبقرية ومكسب سياسي كبير لهذه القيادة خلف كل هزيمة. هذا الصوت المتطوع لاحتواء السخط على هادي كان حاضرا دائما خلف الرجل منذ اللحظة التي أدى فيها القسم الجمهوري، ومارس دور الحارس الشخصي للرئيس بأكفأ ما يكون. يمكن استحضار الحديث عن تحرر الدولة من قيود القبيلة بعد سقوط عمران، من ضمنه تصريح مريع للرئيس نفسه: عمران عادت لحضن الدولة. اجتياح الحوثيين للجنوب أيضا لم يكن سوى تتويج لسعي ماكر من قبل هادي يستهدف استدراج الجيران إلى مواجهة مباشرة مع الجماعة ذاتها التي تواطؤ معها سابقا في صنعاء، وقد نجح في ذلك كما شاهد اليمنيون بأعينهم. ولم يعدم الساخطون أيضا إجابة على سؤالهم حول حكمة ترك جزء كبير من الجنوب المحرر نهبا لقوات الانتقال، لأن الصوت ذاته وبإسناد من تجربة طويلة وخبرة كبيرة حتى هذا الوقت قد تحضر جيدا لهكذا سؤال. فحضر من يقول إن قيادة الشرعية أرادت استنزاف روح الانفصال عبر تمكين وكلاء فاشلين من قيادة المشروع الانفصالي، تم إعطاؤهم المساحة اللازمة للتجريب والفشل. موقع الحرف 28 يعنون: البنك المركزي يعلن المصارفة بسعر 570 للسلع غير المشمولة بالوديعة.
وفي التفاصيل يقول الموقع نقلا عن البنك المركزي اليمني أنه أنجز عملية مصارفة بمبلغ 30 مليون دولار لشراء مشتقات نفطية منذ بداية العام الشهر الجاري، و 20 مليون دولار للمواد الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية، بالإضافة إلى السحب الجديد من الوديعة الذي تمت الموافقة عليه وبمبلغ 227 مليون دولار. أكد البنك استمراره بعمليات المصارفة والتحويل وفقا للآلية المعتمدة لديه والمرسلة للبنوك سابقا، وأشار إلى أنه يعمل ومن خلال موارده من العملة الأجنبية التي توفرت له على مصارفة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون بأسعار تقل عن سعر الصرف في السوق، مع تحمل كلفة وعباء التحويل إلى حسابات الموردين في الخارج، فضلا عن قيامه بالمصارفة لكافة السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية التي تقدمت بها البنوك التجارية للبنك المركزي وبسعر 570 ريالا للدولار. ودعا البنك المركزي موردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية للتوجه إلى البنوك والاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك المركزي. الصحفي علي الذهب كتب في صحيفة العرب الجديد مقالا عن معارك نهم في اليمن، وقال فيه: فجأة اندلعت معارك شرسة بين الحوثيين وقوات الشرعية اليمنية في جبال مديرية نهم بعد توقف دام عامين. ليس مصادفة اندلاع هذه المعارك بالتزامن مع استهداف معسكر تدريبي في مأرب بواسطة صاروخ فلسطيني. تثار الشكوك بشأن مصدره، أهو من الحوثيين أم من طرف من التحالف؟ في الجانب السياسي الذي يبدو مواكباً الأحداث العسكرية، لا يزال اتفاق الرياض يراوح مكانه مترقباً نتائج تصاعد العنف في محيطي صنعاء ومأرب، ولكل منهما ارتباط وثيق بالآخر. ملامح الارتباط بين استهداف قوات من الحماية الرئاسية داخل معسكر تدريبي في مأرب والاندلاع المفاجئ للمواجهات المسلحة في نهم والتباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض تلخصها رؤية جريفيث للسلام من دون شروط مسبقة. أما السعودية والحوثيون فلا تزال مبادرة التحية والرد بمثلها أو بأحسن منها قائمة، فقد تراجعت غارات طائرات التحالف بنسبة 80%، ولم تتعرض المدن والمصالح السعودية لأي استهداف صاروخي فلسطيني. معارك نهم لن تتجاوز الحد المسموح به، المتمثلة في تقريب كل الأطراف من اتفاق سلام جديد يضع صنعاء في موضع مشابه لمدينة الحديدة التي أوقف القتال على أبوابها. تم هذا أم لم يتم عاجلاً فهو تعطيل ضمني وجزئي لاتفاق الرياض فيما يخص الحكومة الشرعية، وفي حال وقوعه إنما يعني انتصار الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، لأن كل منهما لا يؤمن بالمرجعيات الثلاث. وهكذا تكون الحكومة الشرعية في مأزق، لأنها تساق إلى حتفها ما لم تتدارك ذلك عسكريا وسياسيا بالسعي نحو تحقيق موطئ قدم آمن وراسخ لقياداتها في الجنوب فضلا عن الشمال، والحؤول دون الوقوع في فخ مفاوضات جديدة ما لم تكن مبنية كشرط أساس على المرجعيات الثلاث، وإعادة النظر في الشراكة مع التحالف الذي إن لم تكن أطماعه أولوياته فإن سياسته فاشلة. ومن الصحافة الفرنسية تحديدا صحيفة لو فيغارو والتي عنونت بالشأن اليمني: مقتل شخصين في هجوم جديد نسب إلى الحوثيين. السلطات اليمنية قالت إن اثنين قتلا وأصيب أربعة آخرون بهجوم صاروخي على منزل نائب في مأرب شرقية صنعاء، وألقت باللائمة على المتمردين الحوثيين في الهجوم. وكان هجوم صاروخي آخر ينسب إلى الحوثيين قد أسفر عن مقتل 116 شخصا أيضا في مأرب. العقيد حسين الحليسي مدير البحث الجنائي قال إن الصاروخ أصاب منزل النائب مسعد حسين السوادي المؤيد للحكومة في مأرب، مما أسفر عن مقتل قريبته وإحدى حفيداته 16 عاما. وأضاف أن المنزل دمر بالكامل جراء هذا الهجوم الذي شنه الحوثيون، فيما أعلن مسؤولون في محافظة مأرب عن تفكيك خليتين قالوا إنها سهلت الهجوم على المعسكر في مأرب. عندما يكون السلاح سياسة، عنوان لمقال الكاتب عبد الرحمن شلقم في صحيفة الشرق الأوسط جاء فيه: منذ وجد الإنسان على الأرض اخترع السلاح ليكون عضلة مضافة
ومع كل تطور يبدعه البشر يكون السلاح أساسياً في كل اختراع. المعادلة لا تتغير، قوة للهجوم وللدفاع أيضاً. صار السلاح الفتاك قوة تفرض نفسها في العلاقات بين الدول، وبات الصانع الأساسي للقرار في العلاقات بين كيانات البشر من خلال ساسة الدول. عندما كان تشمبرلين السياسي البريطاني المحافظ يعتقد أن العقل السياسي قادر على صناعة منطق التهدئة والسلام، كان هتلر يعتقد أن السلاح هو الذي يكتب المواثيق ويرسم خرائط الدول. خسر هتلر سلاحه وجيوشه وبلده وأخيراً حياته، فيما كسب الزعيم البريطاني وينستون تشرشل الحروب بقوة السياسة التي جعلته يحشد حلفاء ويعبئ قوة عالمية لمواجهة سياسة السلاح الهتلرية. الحرب العالمية الثانية بمآسيها غيرت منهج السلاح والسياسة في العلاقات الدولية. كانت أزمة الصواريخ التي نصبها الاتحاد السوفيتي في كوبا على بعد كيلومترات من الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت الدنيا على حافة الفناء بمواجهة نووية بين القوتين النوويتين العظيمتين، وطرحت معادلة السلاح والسياسة. الحالة التي لا تزال مفتوحة أمام حقائق سبق للعالم أن شهدها عبر السنين لكنها لم تقفل أبوابها بعد هي الحالة الإيرانية. لقد بنت دولة الملال استراتيجيتها على التمدد في مجال حيوي رسمت خطوط طوله وعرضه عقيدتها الطائفية الدينية، جعلت من السلاح أداة سياسية. السلاح الذي أهدرت إيران جهدها العلمي والبشري فيه وقدرتها المالية تحول إلى سلاح تطلقه على نفسها من دون توقف. غرقت البلاد في حالة من العوز بسبب العقوبات الأمريكية والإنفاق العبثي على أتباع لها في أكثر من دولة، وعزلة تزداد اتساعاً دون توقف. عندما تكون الدول معرضة فعلاً لما يهدد أمنها الوطني من الخارج، يكون السلاح قوة لا مندوحة منها للدفاع عن بيضة الوطن. لكن عندما يتحول إلى أداة سياسية لتحقيق طموحات أيديولوجية وفرض مجال حيوي خارج الحدود، يصير أداة عملية إتلافية ذاتية تصعق صانعها. موقع شبكة البي بي سي قال بأن 20 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون في تركيا جراء زلزال قوي ضرب شرقي البلاد. وأدى الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجات وكان مركزه بلدة سيفرجي بولاية إلزغ إلى انهيار بعض البنايات وهروع السكان إلى الشوارع، فيما شعر سكان في دول مجاورة هي سوريا ولبنان وإيران بهزات قوية تبعد المنطقة التي ضربها الزلزال بنحو 550 كيلومترا شرق العاصمة أنقرة، وهي ذات كثافة سكانية منخفضة، لذا قد يتأخر الكشف عن تفاصيل الضحايا والأضرار. مسؤولون أرسلوا أسرة وخياما وأغطية إلى المنطقة المتضررة من الزلزال، حيث تنخفض درجة الحرارة ليلا إلى ما دون الصفر. هل تخيلت يوما أن مومياء عمرها نحو 3000 سنة يمكن أن تتحدث؟ هذا ما فعله علماء يقولون لصحيفة الشرق الأوسط حين تمكنوا من إعادة إنتاج صوت كاهن مصري قديم محنط بفضل تكنولوجيا حديثة. أما المومياء فهي لوينسمون، وهو كاهن يعتقد أنه عاش في زمن الفرعون رمسيس الثاني، محنط منذ نحو 3000 سنة. تم الحفاظ على رفاته جيدا بحيث تمكن العلماء من تعيين مكان حلقه وفمه وصندوق الصوت الخاص به باستخدام ماسح الصور المقطعية المحوسبة وإعادة إنشاء صوته باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. الكاهن الذي يعرض رفاته عادة في متحف ليدز البريطاني أزيلت عنه المواد الملفوف بها لأول مرة في عام 1824، وأصبح الآن لديه صوت حقيقي يمكن سماعه وهو في تابوت. ويظن بعض الخبراء أنه الكاهن توفي في منتصف الخمسينيات من عمره بسبب التسمم أو لسعة النحل على لسانه. وتمكن العلماء من تحديد صوت حرف واحد للكاهن، لكنهم يأملون في إنتاج جملة كاملة له في العامين المقبلين. تجتاح الجراد دول القرن الأفريقي وبعض الأجزاء من اليمن. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت جزءا من صور
اجتياح الجراد لدول أو لدولة كينيا. نتابع الصور. رسوم الكاريكاتير فن يقدم خبرا ويحكي قصصا، لكن بطريقة مختصرة يصل فيها المعنى إلى المتابع. إلى الرسوم. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.